حد تاني من نجومنا عايز يسمع رايك اللي قلته، الراي الجميل والايجابي يا استاذ ابراهيم. كابتن اسلام حسن لاعب منتخب مصر لكره اليد، اولا مبروك الفوز والانجاز اللي تحقق، وضيفنا النقد الرياضي الكبير استاذ ابراهيم حجازي كان من لحظات بيقول لاعبينا ابطال بكل المقاييس ومواهب وكفاءات عاليه جدا، وكويس ان هم قدروا يحققوا هذا المستوى من التنافس عالميا وهم خارجين من مناخ في تنافسيه ضعيفه او محدوده في الدوري او في المسابقات المحليه. رايك ايه يا كابتن اسلام؟ واهلا بيك ومشاركتك معانا، اتفضل. شكرا جدا. والله بص انا شايف ان فعلا احنا الفتره الاخيره كان في اهتمام جدا بينا، شايف الدكتور الوزير اشرف صبحي والاتحاد المصري كان كل ده في ظهرنا بصراحه الفتره اللي فاتت. الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نحقق مركز بقالنا كتير قوي ما حققناهوش، وكل ده طبعا قيادات كذا جهه معانا يعني، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نشرف مصر كلها الحمد لله. استاذ ابراهيم اسئله تحب توجهها؟ عايز اقول لكابتن اسلام ان احنا البطوله الجايه عندنا ان شاء الله، مش كده يا اسلام؟ ان شاء الله ان شاء الله طبعا. وعايز اقول في يعني بـ 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 بكل المقاييس عشان كتير قوي ما يعرفوش ان 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 احنا اللي عملناه ده انجاز مش لحاجه، عشان انت عارف كره اليد يعني ملاش حظ مع الكوره عندنا في بلدنا، يعني عندنا في الكوره هنا 100 مليون واحد بيفهموا كوره ومدربين كوره وخبراء في الكوره. انما اللي انا عايز اقوله ان شاء الله باذن الله يعني يا رب ان شاء الله، انا حاسس طبعا ان احنا ممكن نحقق الانجاز اللي عملناه زمان، ممكن لا نوصل للمربع الاربعه، وممكن مين عارف نقدر نوصل ده. انا اللي شفته من منتخبنا ورجالتنا في البطوله اللي فاتت دي بيخليني اقول ان يعني تسلموا، يعني احنا نقدر نعمل اي حاجه. انا عايز اخد سؤال حضرتك للكابتن اسلام. والله بس انا عايز اوضح حاجه، فعلا احنا بقالنا كتير جدا احنا المنتخب ده بيتحط يعني المره دي فعلا كان في خليط كبير جدا بين الشباب والخبره، يعني حتى اللعيبه الصغيره، في لعيبه صغيره كتير خدت خبره بقى لهم كذا كاس عالم. اظن كاس عالم ده بقى ما فيش فرق بيننا وبين اوروبا. الراجل الخبير الاجنبي اللي معانا كابتن ديفيد ادانا ثقه في نفسنا، خلانا ان احنا نقدر ان احنا ننافس مع الناس دي، الموضوع ما بقاش بعيد. قدرنا ان احنا نقرب لهم طبعا، ما تخطيناهمش مره واحده، ان احنا قدرنا نقرب لهم. ان شاء الله كاس عالم مصر نقدر ان احنا نحقق مركز كويس، وان شاء الله نفرحكم بقى كلنا ونفرحكم. طيب كابتن اسلام، استاذ ابراهيم حجازي كان بيؤكد او بيجزم انه لو زاد عدد محترفينا من لاعبي كره اليد في الدوريات الاوروبيه القويه هيبقى شكلنا كمان اقوى وافضل كتير فنيا في منتخبنا الوطني، رايك ايه في الكلام ده؟ طبيعي الحاجات دي بتفرق جدا، عارف يعني كان في كذا دوري مش دوريات اوروبيه، في لعيبه كتير احترفت، ده فرق معاهم في مستواهم. تخيل بقى هيبقى في الدوري الاوروبي، انت النصر ده هيبقى طول السنه انت متعود عليها، تروح كاس عالم هتحس ان الموضوع مش مختلف. الحاجات دي هتفرق جدا مع المنتخب، تخلي الخبرات تزيد، تخلي الموضوع مش بعيد خالص زي ما بين اوروبا. احنا قربنا لكن بالاحتراف الموضوع هيفرق جدا معانا طبعا. ان شاء الله يبقى في فرص لاحتراف عدد اكبر من نجومنا، وبشكرك جدا ومبروك مره ثانيه كابتن اسلام حسن نجم منتخبنا الوطني لكره اليد. شكرا جزيلا كابتن اسلام.